كشفت الفنانة فيفي عبدو عن تعرضها لوعكة صحية مرة ثانية وتستغيث عليك خلاص الحق يا رب، مؤكدة أنها تتعرض للحسد في كثير من الأوقات. في أحدث ظهور لها بعدما أجرت مؤخراً عملية جراحية في العمود الفقري، حيث كشفت في تصريحاتها لإيتي بالعربي تفاصيل أزمتها قائلة: فجأة لقيت الغضروف قفل على العصب وابتدت رجلي تتقل ومش قادرة أمشي، ربنا يتم شفائي لأن الصحة تاج ومال الدنيا من غير صحة ولا حاجة. وحرص أصدقاء فيفي من الوسط الفني على الدعاء لها وتمني الشفاء العاجل، فقد كتبت غادة عبد الرازق: مليون سلامة عليك حبيبتي، ربنا يديك الصحة وإن شاء الله تبقي زي الفل. فيما قالت لطيفة: سلامتك ألف سلامة يا حبيبة قلبي. ثم توجهت مرة أخرى عبر حسابها في إنستغرام وشاركت مقطع فيديو أثناء تلقيها العلاج من أحد الأطباء الذي جاء إلى منزلها، كما كشفت أنها تعرضت لهبوط في الضغط ما تطلب إجراء بعض التحاليل، وطلبت جمهورها بالدعاء لها بالشفاء وأن يبعد عنها كل ما يضرها، قائلة: عليك خلاص الحق يا رب. وبالرغم من صعوبة وضعها الصحي، حرصت فيفي عبدو على المشاركة كعضو لجنة تحكيم في حفل ملكة جمال الجنوب المقام في لبنان، كانت ستعتذر عنه بسبب خضوعها لجراحة عاجلة لا زالت أثارها واضحة على يديها، إلا أنها تراجعت وقررت مشاركتها في الحفل.